في عيش الخبر أينما كنت. عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تقريره نصف السنوي حول حال الحريات الإعلامية في فلسطين التي يقوم المركز بتوثيقها. الانتهاكات ازدادت بشكل كبير خلال هذا السنة، رصدنا 113 انتهاك بازدياد مقداره 11 انتهاك على نفس الفترة في العام الماضي. الانتهاكات الإسرائيلية ازدادت بنسبة كبيرة، ولكن الانتهاكات الفلسطينية قلت بشكل ملحوظ. رصدنا 35 انتهاك فلسطيني و78 انتهاك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. تنوعت أشكال الاعتداء من قبل الاحتلال لتصل إلى 5 أشكال، ويسجل عددها منذ بداية هذا العام حتى منتصفه 78 اعتداء، كان أكثرها في مسيرات يوم الأرض. ازدياد كبير في الانتهاكات وازدياد في العنف والتعامل مع الصحفيين بعنف. أغلب الانتهاكات الإسرائيلية حوالي 54% منها كانت الاعتداء الجسدي، وكانت عنيفة جدا بحق الصحفيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الانتهاكات سواء كانت بالاعتقال أو بالاحتجاز أو منع من التغطية ومنع من التنقل والمحاكمة. الاعتداءات الفلسطينية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية لهذا العام انخفضت عن العام الماضي، حيث وثقت ب 35 اعتداء، ليتبين في نهاية التقرير الذي أعده مركز مدى أنه ما زال هناك مشكلة في عدم حصول الصحفي الفلسطيني على حق حريته. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.